اهلا بحضراتكم من جديد. والحقيقه انه الاهتمام ببطوله كاس العالم للانديه اهتمام عالمي وكبير جدا من العالم كله، مش بس عشان هي بطوله كبيره وعلشان احنا كمصريين بنتابعها علشان النادي الاهلي او غيره، ولكن لان دي من اوائل البطولات اللي بينظمها الاتحاد الدولي لكره القدم او الفيفا من بعد ازمه كورونا وبالاجراءات الاحترازيه الجديده اللي المفروض تكون موجوده طبعا في البطولات الكبيره وفي اي بطوله بعد ازمه فيروس كورونا، ربنا يبعدها عننا ونخلص منها بقى على خير. فكل العالم عايز يشوف قدرة الفيفا على تنظيم البطولة، يعني دي تعتبر يعني الناس كلها بتشوف هو ازاي الفيفا هيقدر ينظم البطولة دي في ظل الوقت الاستثنائي اللي العالم كله بيعيشه ده، وطبعا لانه في نفس المكان اللي هيقام فيه كاس العالم اللي جاي وتقريبا نفس الملاعب اللي هتقام عليها مباريات كاس العالم القادم ان شاء الله. خلينا نروح عبر زوم مع جابر العربي او استاذ جابر العربي الناقد الرياضي نتكلم معاه اكتر عن مباريات كاس العالم للانديه. في البدايه برحب بيك على شاشه قناه الاهلي. اهلا وسهلا بحضرتك استاذه ساره وكل المشاهدين بالتاكيد. اهلا بيك، وخليني اسالك الاول على تعليقك على الاستقبال اللي حضرتك شفته لبعثه فريق النادي الاهلي اول ما وصلت للمشاركه في مونديال الانديه. بالتاكيد حضرتك ده استقبال كبير وممكن نقول ان هو غايه من فيض، يعني جمهور الاهلي في قطر وفي الدوحه بشكل خاص عنده الكثير اللي راح يقدمه للعيبه، جمهور بيحب فريقه بشكل كبير، جمهور بره بيبقى متعطش للعيبة وللفريق معلش يعني أكتر من الجمهور بيبقى متابع الأهلي هنا في مصر. أعتقد الجماهير التزامها والأداء التشجيع الرائع اللي قدمته وظهرت بيه شيء بينبئ عن تشجيع مثالي هيكون في مباريات الأهلي إن شاء الله في البطولة دي. الأهلي فريق كبير، جمهوره فريق كبير، جمهور متعطش للانتصارات ومتعطش ان هو يشوف فريقه على أرضية ملاعب مونديال 2022. قبل أزمة كورونا كنت دايما بشوف جماهير الأهلي وبلتقي معاهم وكانوا بينتظروا هذه اللحظة المهمة جدا ان الأهلي يجي الدوحة ويشارك في بطولة كبيرة، وده اللي حصل، واعتقد جمهور الاهلي مش هيفوت الفرصه دي لان هو بيحب ناديه بشكل كبير جدا ومنتظر اللحظه دي من زمان. اكيد احنا شفنا طبعا الاستقبال واكيد هيبقى جماهير الاهلي كتير في المباريات ان شاء الله. وخليني برضو اسالك اكتر عن اصداء الاستقبال الحافل ده لبعثه فريق الاهلي، يعني ازاي وسائل الاعلام هناك استقبلته مقارنه بجماهيريه انديه ثانيه مشاركه برضو في البطوله؟ استاذ ساره اذا تكلمنا بمنتهى الصراحه يعني النادي انجاز لنا التعبير النادي الجماهيري رقم واحد في البطوله يكون النادي الاهلي، لان الاهلي ليه قاعده جماهيريه كبيره، الاصداء كانت كبيره جدا خاصه من اللجنه المحليه المنظمه للبطوله والتزام جماهير الاهلي في ظل الاجراءات الاحترازيه والظروف الاستثنائيه اللي العالم كله بيعيشها، فكون ان الجماهير تروح وتستقبل فريقها ولاعبتها وتتفاعل معاهم عن بعد ده شيء يحسب للجماهير، وده اللي ظهر في ردود افعال اللجنه المنظمه اللي اتكلمت عن الموضوع ده واشادت بالتزام جماهير الاهلي وحرصها على التواجد والالتزام بالاجراءات المتبعه في نفس الوقت. بالتالي احنا بنتكلم عن امور تنظيميه تهم اللجنه المنظمه، امور ايضا امور شكليه، ظهور الجماهير في اعداد كبيره راح تكون متواجده ان شاء الله في مباراه الاهلي وخاصه امام الدحيل في مباراه اعتقد النسبه الكبيره من الحضور الجماهير هتكون من نصيب جمهور الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله. عايز اسالك برضو شايف انه حضور الجماهير ده والمشهد العظيم اللي احنا شايفينه قدامنا ده واستقبالهم في المطار وفندق اقامه الفريق هيكون بمثابه يعني يدي دفعه وحافز كبير وتشجيع كبير للعيبه النادي الاهلي، هيكون عامل تحفيز ليهم قبل مباراه الاهلي والدحيل او في كاس العالم للانديه بشكل عام؟ نعم بالتاكيد استاذ ساره، انت حضرتك تابعتي وشفتي ازاي جمهور الاهلي حريص على التواجد مش بس في المطار لكن كان في بعض النقاط في خط مسار بعثه الاهلي الى مقر الاقامه، التواجد ده واعلام الاهلي الحمراء واعلام مصر اعتقد ده بيؤكد ان
الجمهور هيكون متواجد، وشفنا الايام اللي فاتت اي حد كان بيغتنم الفرصه بمجرد ما تظهر تذاكر على الاونلاين كان بيحجزها عشان يكون متواجد وداعم ومساند للاعبين، خصوصا ان الاهلي دايما في كيمياء خاصه ما بين اللعيبه وما بين الجمهور، ودي شيء مش سهل في الظروف اللي احنا بنعيشها حاليا وفيروس كورونا. وبالتاكيد الاهلي راح يستمد القوه ان شاء الله من جمهوره اللي دايما بيكون معاه حتى في الظروف الصعبه الحاليه. خليني بقى اسالك فنيا، شايف ازاي مواجهه الاهلي والدحيل في افتتاح مونديال الانديه؟ وعايز اعرف منك برضو، هل الدحيل خلاص دخل معسكر مغلق ولا لسه؟ يعني ازاي الاستعداد نعم. وازاي شايف المباراه فنيا؟ شوف حضرتك استاذ ساره، انا بتابع الدحيل من فتره طويله، يمكن من اكثر من 7 أو 8 سنين. فريق قوي، فريق منظم، فريق عنده دايما كان بيحظى بخط هجوم غير عادي رغم تعاقب المدراء الفنيين ان فعلا. جاز لنا التعبير. دايما كان بيستمد قوته من خط هجومه. الاسماء اللي حضرتك موجوده قدامي، لو اتكلمنا عن الرباعي الهجومي، يعني رباعي خطير جدا. يعني ادميلسون ده ليه فتره مع الفريق، لاعب بلجيكي من اصل برازيلي ولاعب موهوب وفنان ولاعب خطير جدا. دودو البرازيلي ومعز علي المعز طبعا. علي ده لاعب اعتقد اللي يرجع بالذاكره سنه او سنه وشويه فاتت في كاس اسيا في الامارات العربيه المتحده، ازاي اللاعب ده قدر يبقى هداف البطوله، ولاعب انا اعرفه عن قرب، لاعب مجهوده وافر ودايما بينزل تحت كتير لما بيكون في نقص في الامداد من النواحي الفنيه خاصه في نص الملعب، دايما بيقول لي انا لا اراديا بنزل عشان اساند مع زمايلي. فلاعب زي ده مجهود وافر، لاعب خطير. ايضا اللاعب اللي جابوه مخصوص لبطوله اولينجا المهاجم الكيني هداف كاشيرو سول الياباني. الدحيل عنده خط هجوم قوي، لكن انا لاحظت الفتره اللي فاتت الناس بتتكلم ان في نقاط ضعف في خط الوسط وخط الدفاع لفريق الدحيل، دي صحيح، لكن فريق الدحيل عنده اسماء مهمه، منهم اللاعب احمد ياسر محمدي، ده لاعب صغير وشاب في خط الدفاع ولاعب قوي. بسام الراوي ده لاعب ارتكاز ومحوري في الخطوط الوسط والخطوط الخلفيه، ده لاعب مهم جدا. لكن لما تتكلمي عن الاسماء والتحفيز اللي موجود عند فريق الدحيل، خاصه ان هو بيلعب على ارضه وبيلعب باسم الكره القطريه، بيحاول يطلع بصوره مشرفه. بالتاكيد ما ننساش ان انت بتلعبي الاهلي الكبير بطل القاره السمراء، فريق عنده خبره البطولات الكبرى، عنده مواعيد سابقه في بطوله كاس العالم للانديه. بالتاكيد احنا بنتكلم عن خبره، وان كنت اكون اكثر صراحه، الخبره وحدها ليست كافيه، نحتاج من الاهلي ان هو هيلعب بثقه ان شاء الله، يلعب بتقدير تام للمنافس. اخيرا الدحيل كان في تدريب امبارح، تدريبات فك العضلات واستشفاء، النهارده وبكره في تدريبات على احد الملاعب الفرعيه في نادي الدحيل في منطقه الدحيل. هيخش معسكر مغلق حسب الانباء اللي وصلتنا، انه هيخش معسكر مغلق يوم الاثنين اللي جاي. اعتقد الدحيل راح يكمل تدريباته على الملعب الفرعي بالنادي الخاص بيه. فريق قوي جدا، فريق محتاج ان احنا نلعب معاه بكل حذر ونديله حقه زي ما بيقول. بشكرك جدا استاذ جابر العربي الناقد الرياضي، طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي. فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.